مساء الخير. طقس ربيعي مستقر نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وبدءا من بكره الثلاثاء رح يتاثر طقسنا بكتل هوائيه جافه وحاره حامله مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحراره فوق معدلاتها السنويه، وممكن تتخطى 30 درجه الاربعاء الظهر، مترافقه برياح ناشطه وجافه محمله بالغبار. ومنحذر من اندلاع الحرائق بسبب الحراره العاليه ونسبه الرطوبه المتدنيه. اما الخميس فبتنخفض الحراره وبتتساقط أمطار متفرقة موحلة وبتستمر حتى مساء الجمعة العظيمة، ومع تكون ضباب كثيف بكافة المناطق خصوصا على المرتفعات. أما الحرارة الليلة فمعتدلة، رطوبة عادية والبحر متوسط الموج حرارة 119 درجة. والليلة طقسنا رح يكون غائم مع بداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة مع خطيطة قوية على الجبال وهبوب ريح متوسطة السرعة. ولبكرة الثلاثاء طقسنا غائم مع ارتفاع إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية وانخفاض نسبة الرطوبة وهبوب ريح قوية ببعض المناطق خصوصا الجبلية مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 841، السنة الماضية 630 والمعدل عام 850. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 23، على المرتفعات 16، بالبقاع 10 والأرز 4. وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية 23 برحبة وجباب، 26 باب التباني ووادي أنوبين 12، العقورة 14 وعرسال 21، كفر دبيان 13 وبيت مر 23، بعبدة 28. في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الساحل، في كتير شوب رح يكون. أما الرطوبة فبتتراوح بين 40 و60%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الريح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، وريحها بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ لبكرة 23-28، الأربعاء 25-30، في كتير شوب. الأربعاء الخميس 22-26، ترجع بتدنى شوي درجات الحرارة يوم الخميس. أما هلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 26 ودمشق 25، أما القدس ف 26، طرابلس 18 مع هطول للأمطار، والجزائر 18. ومننتقل إلى باريس 16، روما 22، ولندن 14. وهيدا كان كل شيء. Bye.